بعرف إنه قلبك مقفول وأنا المفتاح لقلبك. هاي الحياة حبيبتي ولازم نعيشها بمحبة. شفاقي على حالة هالرجال المجنون اللي تعب وتعذب كتير ليوصل لهون وتجاوز الطرقات اللي مليانة تلج. اسمحي له يفوت لجوه 5 دقايق وبس. عاكف انت شو عم تساوي هون؟ وشو هالحكي هاد؟ والله الحب هيك بيساوي، بيخلي العاشق يصير شاعر، فلازم تتعودي. استغفر الله، مشان الله شو بدي ساوي لشوف وشك عم يضحك؟ وشو في شي بيضحك؟ يلا عاكف روح من هون لو سمحت، هلأ بيجي كنان. لا كنان ما رح يجي هلأ، لأنه المسكين باجتماع شغل ممل كتير وما رح ينتهي هذا الاجتماع قبل 2 أو 3. وطبعاً أنا حبست كنان بهذاك الاجتماع، وولادي مع أولادك راحوا يسهروا برا، ما رح يجوا هلأ. ما في داعي يضل واقف على الباب، يلا خلينا نفوت لجوا. كلهم 5 دقايق. كنتي عم تشربي قهوة؟ ما بتشربيني؟ لا ما بشربك. ليش؟ عاكف انت ليش ما عم تحاول تفهم؟ والله انا ما عم بقدر انسى ولا استوعب. اسمعي سوزان، اللي صار مانو سهل بالنسبة لإلي. كل يوم عم شوف كوابيس، بيطلع لي فيلي وبيحاول يخنقني وبيقول لي انت قتلت خديجة وانت قتلتني. صدقيني ما عم بقدر نام. وشو علاقة فيلي بالموضوع كمان؟ ما هو وقع بموقع البناء ومات؟ ايه وقع ومات. ايه شبك. ايه هذا كابوس، يعني ما رح ندور على شي منطقي بالحلم وهيك. اسمعي حبيبتي سوزان، انا ماني شخص سيء، يا ريت ما تقابلنا بهداك اليوم، يا ريت خديجة خانم ما شافتنا يومها وما صار اللي صار. بس أنا مقهور عليكي، لا عاد تلومي حالك أكتر من هيك. إذا أنت عم تدوري على المذنب أنا موافق تحمليني كل الذنب. أنا مالي مطمنة ومقهورة يا عاكف، وطول الوقت متوترة لأني ما عم بقدر أنسى أبدا. وأنا كمان لهذا السبب جيت لعندك مشان ريحك شوي. شو بدك ساوي لك أكتر؟ لا تساوي لي أي شي. ما ساوي لك أي شي؟ ولا شي. بعدين لو سمحت ممكن تروح وتقعد مكانك؟ بتعرفي سوزان؟ دلالك هو اللي بيدبحني، قلبي بيدوب كل ما شفتك قدامي. خلاص لا تعصبي. طيب على القليلة اشرب فنجان القهوة وبعدين بروح. إذا شربتك يا بتروح فورا؟ إيه أكيد رح أروح. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.